السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناة سهل وسريع. يا رب تكونوا دايما بخير وبالصحة والسلامة دايما. النهاردة هنعمل إعادة تدوير للكرتون، وهنعمل فكرة تركي عملية وشيك قوي وبتتباع غالية كمان. يلا نبتدي، بس قبل ما نبتدي ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو ودوسوا على زر الاشتراك وفعلوا الجرس علشان يوصلكم كل جديد من فيديوهاتي أول بأول. يلا بينا يلا بينا. معانا الكرتونة دي، هنبتدي ان احنا ندخل الاجزاء بتاعتها كلها جوه، مش هنقطعها ولا حاجة، ونبتدي نشتغل بقى في الجزء اللي بره. معايا ده لاكيه، بنشتري ربع كيلو مثلا، انا اخدت منه جزء في طبق كده قديم، وهشتغل شغلي كله بالاسفنجة او فرشة زي ما تحبي. هبتدي بقى اخد منه اجزاء كده وابتدي اشتغل يعني زي الطبطبة كده على كل الكرتونة. خلاص الكرتونه نشفت معايا بعد ما دهنتها وش، اديتها وش تاني علشان يكون اللون الابيض حلو جدا. اللون الابيض كده مدي لمعه وشكله حلو. جوه بقى هنا هعمل ايه؟ هبتدي احط شمع من جوه واضغط على الجزء ده علشان يبقى ثابت كويس، وهكذا في كل الاجزاء دي. دي بقى اجيب قماشه موجوده عندي، ممكن طرحه انت مش محتاجاها، تكون قماشه مثلا جيبه قديمه، ممكن تشيلي القماش منها وتستفيدي بيه. دي قماشة موجودة عندي، هبتدي اقيس الحرف بتاعها بالكرتونة، لفه حوالين الكرتونة كده علشان بس اعرف المقاس بتاعها مظبوط ولا لا. اهي هي مقاسها كده مظبوط وحلو جدا. هشيل بقى الكرتونة خالص، طبعا هي متنية من الاطراف كده كده، اهي الاطراف كلها متنية. هنبتدي نشيلها نحطها في قاع الكرتونة بالشكل ده كده اهي. هبتدي بقى اجيب القماشة اللي انا عملتها واخليها معدولة بالشكل ده كده، يعني اخلي الخياطة جوه، وهبتدي ان انا افردها هنا بالشكل ده كده. وطبعا قبل ما افردها بقيسها اشوفها حجمها مناسب ولا لا. هبتدي بقى اثبت الاطراف كلها في البوكس، هجيب شرايط الخيش دي وابتدي ان انا اثبتها كده بالشمع بشكل لطيف، هلفها حوالين الكرتونة كلها. ثبتها من هنا، هبتدي بس ان انا اعملها بالشكل ده كده واثبتها في الجزء ده اهي. هبتدي بقى اثبتها هنا واحط فيها واحدة لولي، وهعمل واحدة كمان هنا. بصوا بقى شكلهم عامل ازاي، حلوين جدا. طبعا انا عملت واحدة تاني شبهها علشان يكون في تناسق، عشان احطهم جنب بعض بالشكل ده كده. احنا ممكن نعمل كمان مقاسات مختلفة منهم. خيوط الكروشيه، وهنا حاطة فيهم بعض المنظمات اللي بستخدمها وشريط الدانتيل. يا رب النهارده تكون الفكرة عجبتكم، لو عجبتكم الفكرة ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناة وفعلوا الجرس علشان يوصلكم كل جديد من فيديوهاتي أول بأول، وانتظروني ان شاء الله في فيديوهات جديدة وأفكار جديدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.